الو غادي نديروا واحد الكلمه ان شاء الله صغيره كتسمعوا نور سيبو تي مون تو فام مي ماتنا سيبو سينو سي الفوسا بروشي ان تي بو تري امبورطون تا با انكور كومونسي سي تي كومونسي نو اون روتير اون كومونس 1 2 3 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يلا بدينا وبدينا بالتلبية ياك؟ سمعتوا التلبية؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دونك كومونسي باغ سا سي سا سي التلبية. الكثير من الناس اللي كيجيو للعمره ما كيفهموش اشنا معنى التلبيه. كيظنوا ان التلبيه وخلاص تقولها وانتهت المساله. التلبيه هذه خصنا نقولوها من القلوب ديالنا ونعملوا بها الا بغينا باش الله سبحانه وتعالى يتقبل منا العمره ديالنا. دونك التلبيه سي ان انفوكاسيون سي ان ادوغاسيون الله سبحانه وتعالى. لوسكون برونونس التلبيه il faudra savoir qu'est-ce qu'on dit dans التلبيه. Et pourquoi on dit ça? C'est très important. Parce que si tu le dis avec la bouche, tu ne le dis pas avec le cœur, et tu ne t'appliques pas ce qu'il y a dans le tarbiya, ton omra il est nul. Je peux me dire, je peux me dire. Ça y est, mzien. Haja Keita, tu m'entends? C'est bien. Alors, le tarbiya, labbayk Allahumma, labbayk. المعنى ديالها بالدارجه يا ربي عيطت عليا وانا جيت عندك تي ما انفيتي اي فوالا جو سوي لا. يا كتسمعوا ضيوف الرحمن كيقولوها لكم هنا ضيوف الرحمن كيقولوها بالفم بعض الاخطرات ولكن اش نتابعها. ضيوف الرحمن معناها اننا ضيوف عند الله عز وجل اوني دي زانفيتي د الله سبحانه وتعالى دو ميزيريكورديو. دونك شوف واش غادي يتبع لبيك اللهم لبيك قالوا لبيك اللهم لبيك تي ما انفيتي مو فواسي مو فواسي سيري جو سوي لا. دونك سولوي كي لا اجوردي سي كي لا بوكو دو بيان في الله سبحانه وتعالى باسكو لا انفيتي شي لوي اوني انفيتي اوبري د الله سبحانه وتعالى. واش كتفهموا هذه القضيه ولا ما فهمتوهاش ولا مازال ما بغيت تفهم لكم؟ راه واخا عطيتو الفلوس مزيان لكن جيتو عند الله سبحانه وتعالى. ايوا الحقيقه هي هذه ما خصنا نفهموها. لبيك اللهم لبيك. لبيك هذه هي المهمه جدا. لبيك لا شريك لك لبيك. انا جيت عندك جو سوي لا مو كي لا اجوردي انا اللي هنا ما كنديرش معاك الشريك. واش كان شي واحد اللي تشارك مع الله في شي حاجه؟ اسكو يا كيلكا كي تاسوسي افيك الله دون كيلكو شوز دون سو كي سو تروف دون لي سيو دون لا تيغ اي اونتخ لي دو اسكو يا كيلكا باغمي لي كرياتور كيل سوا مور او فيفون كيل سوا بروفيت او نو كيل سوا ميساجي او نو اسكو يا كيلكا باغمي سي كرياتور الله سبحانه وتعالى كي اسوسي افيك الله دون لا كرياسيون دي سيو دو لا تيغ. كاين شي واحد؟ نو ما كاينش. اذا ولا سكون دي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. دونك جو ناسوسي غيان افيك توا لبيك جو سوي لا. فير تري اتونسيون ا سا. كاين بزاف الناس كيجيو للعمره كيجيو للحج ولكن إلا سمعتي الكلام ديالو تهرب. سيدي فلان لالا فلانة لالا عزيزة سيدي عبد القادر مولاي عبد مولاي عبد السلام بلشيش مولاي قدور لالا تاكركورت لالا عزيزة يون سي سويت ما بقاش الله بوحدو. إلا سولتيهم شكون اللي شكون اللي كيعطي الأولاد كيقول لك سير عند سيدي فلان. شكون اللي كيعطي الصحة سير عند سيدي فلان. شكون اللي كيعطي ما عرفت شنا هو سير عند سيدي فلان. واش كيعطي الله مازال؟ قالوا ما بقى له والو عطيتو كلشي لهذوك الناس.
ما عندك عندك الناس ما عندهم والو، انت كتقول لبيك لا شريك لك لبيك جو نسوسي بيرسون افيك تو يا الله. الو الا باقي انت كتقول في قلبك باقي عندك انك الا مشيتي للبلاد غادي تدي الذبيحه لسيدي فلان ولا تدي شي حاجه، عارف بان العمره ديالك خسرتي فيها فلوس والله يخلف ربي سقطي كيقولوا شلوح، عارف شنو كيخلف ربي سقطي كيقول لها شلوح ماشي انا اللي كنقولها، اخر ربي سقطي زعما كيقول لها لذاك الدجاج اللي ولدو وماتوا ليهم والو كتنعس على البيط وما خرج منها والو، يعني العمره ديالو غتمشي ليه هكذاك. لابد القلوب ديالنا تصفى تكون صافيه مع الله عز وجل، كل شيء عند الله، توتي اومان د الله سبحانه وتعالى. سي لوي كي دون سي لوي كي انليف، لوي اللي هو اللي كيعطي هو اللي كيمنع. واش متفقين؟ عندكم تقول لي هذا راه كيخربق، هانت كنتكلم مع كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بغيت العمره ديالكم باش يقبلها الله منكم ان شاء الله. طيب لانه كنا في المدينه كنعرف زياره المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يلاه بدينا العمره دروك، حنا جينا باش نديروا العمره ياك، وقلنا للناس غادي نمشيو للعمره وناديو جون وفالي فيهم العمره اون في كومونسي العمره تو لي جور كنا ريستي ا ميدين وني با دار العمره وني اون فيزيت دو لا موسكي دي بروفيت صلى الله عليه وسلم. دونك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. بلاتي غادي نجيو في الآخر، إن الحمد الحمد الشكر لمن كنشكر النعم الله عز وجل أكي وندي ونغوميرسي أكي الله الله سبحانه وتعالى كونغوميرسي بوغ تو سكو نوزا دوني لي زيو لا بوش لا لي في يو مارش أو مانج أفيك لي مان يانا دوطر كي مانج با أفيك لي مان On dort, il y en a qui dort pas. Il y a beaucoup de choses. Regardez, vous avez fait un fossé, vous avez fait un Allah, vous avez fait le Coran. Allah, il dit, et regardez dans vos corps, comment ils sont. Et ça, c'est formidable. Donc, ni'am d'Allah, qui est-ce qu'il y a? Il donne choukr, l'imman. Allah, c'est pas comme ça. Allah, c'est pas comme ça. الشكر كله لله، إن الحمد والنعمة. الحمد هو الشكر لله، إن الحمد والنعمة يعني النعمة كلها ديال الله، لو بيان في سي الله سبحانه وتعالى، تو لي بيان في كنا سي كي سي الله سبحانه وتعالى، الله هو اللي عطانا هذه النعمة باش يعافيك، عطانا النعم وخلصنا المولى جونز العمرة والحمد لله حنا كنتنعموا، هذاك الشيء كلشي منين جانا؟ جانا من جبناه من كرش منا، ونا غيان غامري دو لافونت دو نوتخ مير. On est sorti rien avec rien et on va retourner rien. Avec rien à la terre. Donc ni'am dil men Allah inna alhamda wal ni'mata laka yani dialk inna alhamda wal ni'mata laka wal mulk le mulk kullu واخا الناس عندهم هذاك الملك وهذا رئيس وهذا ماشي غير بروفيزوار وعندنا راه يسمعوا الملك الفلاني مسكين مات مسكين مات الله، الرئيس الفلاني مسكين مات مسكين، علاش مسكين؟ لانه ما يدي والو معاه، كان عنده القصور وعنده ولكن ما يدي معاه والو ولا مسكين. دونك اون فان تانتر كوا ان جور ولوتر فوز انتر باسكو لوغسكو ندي لا غويوم ولا غويوتي الله سبحانه وتعالى سي ساين الملكة. مي يا كيلكان كي بو مو دير ا بان لو غوا انتي الغوا الى دي بالي الى تو سلا مي ان جور ويل فا موغيغ كيس كي فا رامونيغ افيك لو ريان سي بور سا اون دي لوغسكو نانتو انتي لي مور ان لو غوا اي مور ان مسكين بوفر ايلي بوفر باسكو الى بلو ريان ايل دوفيان افيك زيرو ايل سور افيك زيرو ايل روبار افيك زيرو. دونك كنقولو ان الحمد والنعمة لك والملك، الملك ديال الله عز وجل، هادشي كلشي اللي كنشوفوه ديال الله عز وجل، لا شريك لك، غو قاعد يمتي في التلبية كومو إلي، في الآخر كنقولوا لا شريك لك، لا شريك لك، ما كنديرش معاك الشريك، إذا في الأول بديتي بها، ونا كومونسي أفيك سا، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لك لبيك، على فاون وندي إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ونديها كوين فوا تا با دو سوسي. الوغ سير فو بلي الله يجزيكم بخير، عندكم ديروا شريك مع الله، عندكم في الدعاء ديالكم، عندكم في البلاد إلا مشيتوا راه ما عندهم ما يديروا لكم،
راه الانبياء كيقولوا لهم الانبياء كيقولوا لهم لي بروفيت لو بوبل لو دي اتونسيون تا تي فا فوا اون نو زانسيتر اي فون تو فرابي افيك لو مالور ريان زيرو ايزون ريان كيقول لكم انت كنت تقاد بالشحا تعرفوا شنو هي تقاد ضربكم المصيبه شحال كيقولها لنا حنا الا تكلمتي وقلتي لها سيدي فلان ما كيدير والو يقول لك غادي يضربك المصيبه ديالو واش عنده ما يضرب ومشى تحت الارض واش عنده ما يدير ما بقى عنده ما يدير ولكن المصيبه ديال شي واحد اللي حي تقدر تضربك الا مسيتيه دونك الانبياء كيقولوا للقوم ديالهم ما عندكم ما ديروا لينا والو وحنا نقولوا لهذوك الناس اللي كيقولوا عندكم المصيبه كنقول لهم المصيبه غادي تضربكم انتوما وما حنا ما عندها ما ديروا عندنا والو حنا كنامنوا بالله وحده لا شريك له راه كنقولوها كنقولوا لا اله الا الله وحده لا شريك له ولكن بعض الاحيان ما كنبغوش كنقولوا راه كتشوفهم كيدوا الذبايح يعني العجوله والبقار والحواله ويديهم ويدوروا بهم بحال الا كيدوروا بهم بالكعبه ويذبحوهم لمن كيذبحوهم كيذبحوا لهذوك السادات ومن ذبح لغير الله فقد اشرك اللي ذبح شي ذبيحه من غير ديال الله عز وجل اشرك مع الله واخا يقول عليها بسم الله